الأهمية تكمن في أن هذه الوزارات هي وزارات حساسة، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك ماذا؟ أن هناك تنسيق في اتخاذ القرارات، لأن لما نقول المناجم ولا نقول الطاقة ولا غيرها هي عبارة عن ماذا؟ عن معادن، عن أشياء موجودة في باطن الأرض لنستخرجوها من أجل ماذا؟ أننا نستثمر فيها. وهنا الإشكالية أن كلما تقسم هذا القطاع قد يحدث بعض الإشكاليات وقع التناقضات ما بين مختلف الأجهزة، كما كانت مثلا ما بين وزير التجارة ومكلف بالتجارة الخارجية. يعني لهنا يكون بعض التضارب في القرارات أو بعض عدم الترابط فيما بينها، وهذا ما حدث كذلك نفس الشيء اللي شفناه ما بين وزير الرياضة مع كاتب تاع الرياضة السابق اللي صرا بيناتهم، يعني سوء ما كل واحد ما قدرش يحبس عند الصلاحيات المخصصة له، وين حدث إشكالية حتى الآن راه كاين تناسق ما بين المكلفة برياضيات النخبة وما بين الوزير الحالي. إذا تكون هناك إشكاليات، إذا الإشكالية الحقيقية هو في مركزة القرار ولكن بطريقة ذكية. يعني احنا الآن رانا عبارة عن نبي الهدف إلى تحقيق برنامج معين، ولكن الآن حاليا القطاعات اللي مسها التغيير هي القطاعات الحساسة، القطاعات التي يعول عليها التي يرى رئيس الجمهورية أنه من عدم الانتظار إلى الحكومة القادمة، معناتها من الضروري الانطلاق في المشاريع في هذه القطاعات، لأن التأخر أكثر قد يؤدي إلى إشكاليات لا يحمد عقباها.